السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا هلعب في ليفك، فياريت ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب وشير، وفي الكومنتات تكتبولي لو عايزين ننزل في مكان تانية او انزل في حتت اصعب مثلا كده. ماشي، يلا خلونا نبتدي. لا يا عم، مش عايز اعمل الفيلم الفلير ده، يا نهار. طب والله كويس، فات الفيلم العيب اهي. انا يا جماعة بصوا، الحمد لله رميتك. ايوه، اول ما يقول لي جمب يا جماعه جمب على طول. واحد ده معايا ولا ايه؟ لا مش معايا، ده بعيد. يا نهار ابيض يا جماعه، دول نازلين فين كل دول؟ على الاقل مش نازلين معايا الوتر فوق. ايوه احلى نزله دي والله. ايه ده، ايه ده، ايه اللي حصل؟ ايه ده والله يا جماعه، احلى نزله دي. المشكله لو نطيت من هنا ممكن اموت يعني. الحمد لله. ايه ده بقى، عشان نلوت بس اشغل اللوكيشن. اوكي، طاسة وفيست و حلو، سكوب، شنطة، ام فور، احلى ام فور يا جماعة. ايوه نفتح البوكسين بقى، يا رب بس فيكتور اكس تي. طيب اقدر الاقي حاجة بقى احسن منه، هبقى اخد هيل اي تي ام اكس تي. دروب دروب دروب، على فكرة اقول لا. ايه اطلع كمان، الزون قريبة مننا. طب حيل، ثانية بقى ندور لان انا محتاج دلوقتي. الله، سكوب تلاتة. محتاج انا دلوقتي ايه؟ خوذة. هو حلو، خوذة اتنين ناقص بقى، لاقي طلق للام فور والاي كي ام اللي معايا اهو. بي 90 الاس ام جي الجديد، هو ده حد ده اللي انا بتهيألي؟ لا مش حد. خلينا بس ندخل السيف زون. انا سامع صوت ضرب، لكن من مين ده؟ يبقى عند التيم ميتس بتوعي. ايوه حلو. زي كله صار. يلا يا عم فراس، مش هفضل احاول.
اما تنزل لي طب سنايبر كده خليك حلو. ايه ده كور؟ هو اكيد خده، اكيد السوسة خده، بس لقاه ازاي ده ابن اللذينة؟ ايوه اطلع. هلال حلو. طيب ثانية يا جماعة، حد ورانا. صوت طيارة. طب فين الطيارة دي؟ اهي الدروب عندي. طب حلو، وانا بقى ممكن ادخل جوه واستناه. ايوه اهو. بس انا ما ينفعش اقف فيه واشوف كده، لازم يا جماعة افضل كده عشان اعرف ابص عليه. استنى استنى، سهلة. ايوه انزل انزل خليك حلو. الله يا بطك. عارفين يا جماعة لو نزل في الشارع هكون أسوأ مكان نزل فيه أي دروب يعني. ماشي بس نوت دوت وذن فور اهو. احلى جوزة ده ولا ايه؟ كمان السبريسور الاي ار ده. انا كده يا جماعة متظبط اخر تظبيط. لا 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 كمان دي بي. طب ثانية، انا مش محتاج دي. ايوه كده خليك. ولا عايز بلوتوث ولا احلى جروزة ده ولا ايه؟ كمان الجروزة نازل معاها السبريسور. يا نهار ابيض على الزول، يعني فرقت تمشي كل ده؟ طب ما فيش عربية، خليكوا حلوين. حلو. اخر 24 واحد. والله يا جماعة لو طلعت على الحتة دي اهو واحد. بس باي باي. احلى. خلونا بقى يا جماعة ننزل. لا الحمد لله. اهو يا سوسة ماسكوب. خلونا ندخل بقى. خلونا طب ندخل السيف زون الأول، لأن الزون قبل أي حاجة. ده في طيارة اهي. حلو والله. الدروبات يا جماعة بتحبني قوي قوي. كمان ايه نازل جوه الزون، يعني احلى دروب. حلو اخ. يا نهار ابيض اخر 14 واحد. يا ريت بقى ايه دبليو ام فرحني، خلي الفرحة تكمل. لا ما تقوليش في نص الشارع.
طب بسرعة بقى عشان محد يشوفني ويجيبني. لا لا لا، M24 والسبريسور والسنايبرات، مش عايز السكوب 2. يعني بقى معايا كده سبريسور للجروزة وللام 24. استنى يا جماعة بس اخد لها سكرين شوت وانا استخبي كده للذكرى. يا ابني اهو خدها. ايوه بس خلاص. استنى يا جماعة استخبى بس واخد لها سكرين شوت تانية كده. شوت رقم 2 شكله لسه مكتشف حالا انه متنصب عليه. ثانية ماشي اهو. خدت لها سكرين شوت. اخر سبعة يلا بقى نشوف مين اللي عايز يجي للقدر بتاعه. لا فعلا ده وحش سكوب. او كمان رقم 2. طب خلونا مع رقم 2 ليه لا، نكون انا وهو مع بعض احسن من كل واحد لوحده. انت قعدت تنط كده ليه؟ ايه ده بس في يوزي هنا. هو حد كان راكبها ولا ايه؟ لا بس بتأكد عشان لو في حد راكبها. حتى في M4 هنا. ايوه فعلا والله احلى مكان احلى مكان. خلونا نمسكهم السنايبر بقى عشان نظبطهم. ما فيش اي حد يا جماعة. ده هو راح كده سوري سوري والله انا ضربته من غير قصد. ايوه تعالى انا وانت. يا نهار ابيض بالزوم. الله علي اهو بقى في حد اخيرا. كده اخر 2 3 سوري. اخر 2 ايوه خليني كده. لازم ندخل الزون. بس انا بس اخد البين كيلر دي لان انا عايز اخد الفيرست ايد كيت اللي هناك. ايوه يلا بسرعه. خد بنكر تاني بس بسرعة بقى. اهو في حد اهو. خلينا طمع رقم 2. ايه ده
شوفني شوفني. اه يا ابني اهدى اهدى. لا 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 اهو. شفته شفته قدامي. يا عم بقى، يعني انا يا جماعة محاصر يعني اهو. شفت عشان بس لما اعدي. اهو انجز اطلع. اهو اهو صوصة ورمس فوق. اهو بس ادي واحد لسه التاني. اهو والله يا جماعة خلاص انا ممكن اكسب الماتش. خلوني ارمي القنبلة على السرير. اهو بيتحرك. لا يا سوسة والله سوسة الولد. لا يعني طب انا هستناه بقى، انا مصمم والله. لا شفت ورا البيت. المشكلة لازم اتحرك على الزون، ولو اتحركت ممكن اموت. اهو مت مت مت. ما انا يا جماعه مش عارف اعمل ايه والله. يعني الزوم ضغطه وانا اوريدي قاتل حد. يعني كونتينيو يا عم، مش عايز اعرف هو تاني ازاي وانا اتقتلت ازاي. يعني يلا يا عم خلونا نشوف ايه. طبعا حلو وحش جدا. خلاص يا جماعه انا هقف لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، وفي الكومنتات تكتبوا لي لو عايزين نلعب في مفات تانية او لو انزل في حتت اصعب كده. يلا باي باي.